خامسة باقي التقدم للمنتخب السعودي على نظيره الجزائري. المنتخب الجزائري يحاول تنظيم هجوماته، لاعب الدائرة ينتظر طبعا ويأخذ الكرة ويستدير ويحاول، والحارس موجود عمرو أحمد. المنتخب الجزائري طبعا بداية أقل من المطلوب، لكن أكيد كل شيء مازال ممكن في هذه المباراة. نلعب في الدقيقة 36 ثانية وكرة أخرى يخسرها المنتخب الجزائري، والمحاولة على مستوى 9 أمتار على الجناح يصعد ولا ينجح مرة أخرى. لم يجد الثغرة إلى حد الآن أمام حارس متألق الحال، أجنحة يبحث عن الأخطاء إلى حد الآن غير موجودة، التسديد ولكن موجود الحارس، وعلى مرة ثانية لعب الدائرة عبد الجليل الزنادي لا ينجح. والتفوق دائما للحارس الظاهر أمامكم على الشاشة متألق. للمباغتة من الجانب الجزائري، الدفاع الآن يتغير بالنسبة للجانب السعودي. كاز على عبد الجليل الزنادي في محور الدفاع وتسديد من بعيد، وهذه المرة الحارس عمرو أحمد عبد بليدة يبحث عن الثغرة ويسدد، يلعب مع الجناح وموجود الحارس. تلعب بسرعة والدفع، لكن الكرة متواصلة ومحاولة للمباغتة عن طريق التسديد، ذاك الحارس موجود أمامنا على الصورة عمرو أحمد عبد السلام. إلى حد الآن هو الأعلى كعبا في المنتخب الجزائري بعبد الجليل الزنادي كالعادة لاعب الدائرة محاصر لصيقة، والبحث عن التسديد والحارس متألق بسرعة أيضا سريعة للمنتخب الجزائري، يمر ويعبر ويسدد، وهذه قيمة الحارس لما يكون عندك حارس عملاق في قيمة عمرو أحمد عبد السلام، والتصدي رقم 11 وجه لوجه مع المهاجم، فيها الكثير من المتابعة. باست بريك الهجوم الجزائري مطالب بالسرعة والتسديد، والحارس يبدع كالعادة والالتقاط الدفاعي. حسن عبد الله الجنبي يغادر أو في أقل المرات اللي يلعب فيها المنتخب السعودي ناقص، لكنه لا يقبل أهداف. ممتاز جدا الحارس كالعادة يغلق المنافذ. نحسبهم